فهمت الصين هذه الرسالة؟ يعني بالنسبة لأن تكون جزء من المنظومة الدولية في يعني ضد روسيا، هل فهمت الصين هذه الرسالة بأنه لا يمكن تحدي العالم أو لا يمكن تحدي اليوم الدول الغربية لوحدها مع الصين أو عفوا مع روسيا أيضا هناك الولايات المتحدة الأمريكية؟ فهمت الصين هذه اللعبة؟ لا، لا داعي لأن تفهم الصين. الصين بالنهاية هي مدركة لهذا الأمر منذ زمن، يعني ليس متوقف الآن على قمة العشرين ولا قبل، هي تدرك هذا الأمر، تدرك أن يعني كما قلت لك لم عصر الأيديولوجيات انتهى، لم يعد أنه أنا فقط لأني أناصرك. لكن كان هناك يدور حديث بأن الصين وروسيا والهند وهذه الدول الآسيوية سوف تقوم بنظام تشكيل نظام عالم جديد. هذا لو تبعنا هذا الخطاب لرأيت أن هذا الخطاب يعني هو قريب مما يعرف عندنا في الدول العربية بمحور الممانعة، يعني إيران والنظام السوري وملحقاته من الميليشيات المجرمة التي تعيش في الأرض الفساد. هذا الخطاب نبع من هذه يعني هذه هذا المحور الذي يعني حتى الآن هو محور مؤدلج وينظر إلى العالم وكأنه يعني هو مقسوم بين خندق الشر وخندق الخير، مع أني أنا لا أرى أن الخير في هذه الخندق كلها، ولكن بالنهاية العلاقات الدولية ليست كما يتصور هذا المحور. لا، العلاقات الدولية تخطت موضوع كما قلت لك سقطت الأيديولوجيات بعد المصلحة السوفيتية، أصبحت المصلحة الشخصية لكل دولة هي التي تتحكم. وهل مصلحة الصين اليوم مع الولايات مصلحة الأمريكية؟ مصلحة الصين من اللحظة الأولى تدرك على أنه يعني هي لن تدخل، لن تخاطر بكل مبناته في هذه السنوات الأخيرة، وخاصة على المستوى الاقتصادي، كرمة لعيون المخاوف الروسية أو لمشروع بوتين أو لحلم بوتين بإعادة روسيا القيصرية. هي غير مهتمة بهذا الموضوع، هي تبحث عن مصلحتها، فإذا كانت مصلحتها في التهدئة مع العالم الغربي هي يعني لا نقول أنها ستتخلى عن روسيا، هي لم تنضم إلى روسيا، هي ناصرت وتفهمت موقف الروسي. لماذا؟ هذا أيضا مرتبط بنمط العلاقات الدولية الذي يعني قائم على التوترات القائمة بين روسيا وبين بين أمريكا وبين الصين. وبالتالي إذا الآن هذه المصالحات أدت إلى طمأنة بين الطرفين بين أمريكا وبين الصين، فبالتالي الصين هي أصلا لم تتعهد بمناصرة بوتين حتى تتخلى عنه الآن، هي ستبحث عن مصلحتها، ولو أدى هذا الأمر إلى تفاقم المشكلات الأوروبية هي يعني هذا الموضوع يعني بيقولوا آخر همها الصين، يعني مش آخر همها بالنسبة كما تقول روسيا بالنسبة للصين. لكن هل أيضا الصين تلعب مع المجتمع الدولي أو نقول مع واشنطن لأيضا تحقق مكاسب في يعني الموقف الضبابي تجاه يعني الحرب الروسية على أوكرانيا بالنسبة للصين؟ هل كانت تريد أخذ مكاسب أكثر من واشنطن؟ لا، هو ليس موقف ضبابي، هي من اللحظة الأولى لم يكن موقفا ضبابيا على المستوى التصريحات السياسية، كانت متفهمة لموقف روسيا كما قلت لك ولم تسميه عدوانا، وتفهمت حق روسيا في الدفاع عن أمنها، ولكن ودفاع أيضا أوكرانيا عن أمنها، يعني أيضا كنا موقف موازي. نعم، ولكن هي غير مستعدة أن تحول هذه التصريحات على المستوى السياسي إلى خطوات عملية. هي هذه المشكلة، يعني البعض ينتظر وكأنه ربما. نعم، يعني البعض كان ينتظر أنه والله بعد بكرة أو بهاليومين حتبلش الصين تدخل في الحرب مباشرة مع روسيا. هذا الموضوع غير عقلاني ولا يمت بصلة إلى الواقع السياسي المعاصر. فبالتالي الصين يعني تحاول أن تقف موقفا معتدلا، هي تبحث عن مصلحتها في كل موقف، ترى مصلحتها في مكان معين أو في تصريح معين أو في موقف معين، ستبحث عن هذه المصلحة في هذا الموقف أو في هذا التصريح أو في هذا البيان. فبالتالي ما حصل الآن في قمة العشرين يدل على أن الصين هي بالنهاية تبحث عن مصلحتها، وبالتالي إذا كانت فعلا توصلت من خلال اللقاء الذي، وبالمناسبة يعني هذا اللقاء الذي جرى بين بايدن وتشي وامتد لأكثر من 3 ساعات، كانت ما رشح عنه من بيانات كانت إيجابية، يعني كانت تدل على أنه هناك إيجابية. هل فعلا توصل الطرفين إلى حسم الملفات العالقة؟ وفلنقل هو طبعا لن يكون هناك حسم في 3 ساعات، ولكن على الأقل وضع هذه الملفات على سكة صحيحة للمفاوضات بهدف إنهائها. فإذا كان هناك نوع من التطمينات وارتياح من الطرفين ربما تؤدي إلى تطور على مستوى هذه الملفات العالقة، وبالتالي سيكون هناك نوع من التهدئة بين الطرفين.